شوفونا تابعونا مستر تايم، لا تخلونا. فكرة قوية رياضية، بتحبونا بتحبونا. شوفونا تابعونا مستر تايم، لا تخلونا. فكرة قوية رياضية، بتحبونا بتحبونا. سجلنا سيلتنا بورقة وقلم، عن يدو سلو طائرة وفنا. ويلا شوف علمك شوف، يلا شوف ستار تايم، يلا شوف يلا شوف شوف شوفنا شوف ستار تايم. رحب فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة من حلقات برنامجكم الحواري ستار تايم. في كل حلقة من حلقات ستار تايم يكون معنا نجم ويكون معنا ضيف. ضيفنا في هذه الحلقة هو من دولة الإمارات العربية المتحدة، من نادي الوحدة، لاعب مميز لقب بالفيلسوف، هو نجم مميز حصل على أفضل لاعب في العالم في كأس العالم للشباب في 2003. لاعب دائما ما يمتعنا في حركاته داخل الملعب وفي أهدافه الكثيرة والمميزة. أكيد بعد هذا الروبرتاج بنعرف معاكم من هو نجم برنامجنا اليوم في ستار تايم. معين مطر الخطرة، الكرة لصالح المنتخب الإماراتي، شايف الجول، الله. هل أتاك عرض؟ يعني جتني عروض رسمية جدي. ايه جتني عروض. من وين دوري البرتغالي؟ يعني انا يعني عرض بعد كاس العالم من تشيلسي، انتر ميلان، فترة من فترات حتى انعرض علي جنسي ايطالي، كنت اقدر اشارك مع ميلان، لكن كان في شرط تعجيزي شوي بالنسبه لي انا، وكان انه لازم اني اتزوج ايطاليه. وبعدها بعد 6 شهور اخذ الجنسيه والعب كوني لاعب اوروبي. يعني انت اكثر منتخب الله يهديك قول عليه حياتك قولت عليه من الكويت، منتخب الكويت هذا اكثر منتخب، كم تقريبا 10 اهداف يمكن غريب، يعني كل مباراه يا هدف يا هدفين. ولكن احنا اهم من حبك ما تفرق معنا ترى، هذا من كثر ما احبك وانا تقول عليك لا تحب. طرف الشيخ منصور بن زايد ما حد عرض عليك تروح نادي مانشستر سيتي؟ والله كان في احنا سمعنا قالوا في 3 لاعبين اماراتيين. طبعا مشاهدينا الكرام بعد هذا الروبرتاج اكيد عرفتوا من هو ضيفنا اليوم في برنامجنا ستار تايم، هو نجم المنتخب الاماراتي ونجم نادي الوحده الاماراتي كابتن اسماعيل. حياك الله معانا. الله يحييك حبيبي، تسلم. طبعا اختنصناك يعني ها حق المباراه. انا طبعا نشكر اخونا عبد الله الحمدان، كل الشكر لشركه هاتريك اللي اليوم يعني تعبنا من الصبح احنا وين اسماعيل وين اسماعيل. الله يعطيك يعني نشكرك، انت توك لاعب مباراه يعني الله يعطيك العافيه. يعني اخلاق نقول حق لاعبين الشباب انه يقتدون في هذا النجم، يعني تلعب مباراه وتخسر وتعبان ومرهق، استقبلنا بكل هالحفاوه. الله يخليك، الله يخليك حبيبي غالي. حبيبي اسماعيل، نتكلم يعني الكل يعرف من هو اسماعيل مطر، الكل يعرف ما شاء الله يعني نجوميتك وهذا. بصراحه ليش الى الان اسماعيل مطر ما احترف في دوله اجنبيه؟ انت افضل لاعب في سنه 2003 في كاس العالم الكره الذهبيه، صح ولا لا؟ انت لاعب يمكن حتى المدربين الاجانب اللي جو الامارات قالوا عندكم لاعب باسلوب مارادونا. هلا ولا لا؟ اليوم احنا نسميك مارادونا الخليج، ليش ما احترفت يا اسماعيل الحين؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكركم الصراحه على اتاح لي الفرصه يعني وسط اهلي في الكويت. واتوقع ان تعرف دائما كل انسان له يعني ظروف معينه تحكمه، يعني تعرف احنا يمكن طلعت انا في سنه 2003 مع جائزه افضل لاعب في البطوله. في ذاك الوقت احنا ما كان عندنا الاحتراف وكنا نلعب الكوره كهاويين يعني. صحيح. وجت عروض صراحه، يعني العروض ما زالت مستمره. حلو. يعني ان تكون، لكن تعرف مثل ما انت عارف ان في هيك الفتره ما كان عندنا نحن الفكر الاحترافي، ونادي الوحده كان حاب يتمسك ويستفيد من اسماعيل. صحيح. وحق مشروع له يعني كونه هو اللي تعب عليه وما كان في احتراف، يعني هو ومختص و
مدارس كورة ومعسكرات ومدربين من أفضل المدربين كانوا يجيبون. أكيد النادي كان حاب أنه يستفيد من إسماعيل. حتى كبار السن حاضرين، يعني محاولة إلى الأمام والهدف الأول، الهدف الأول إسماعيل مطر، إسماعيل مطر يسجل الهدف الأول. هل أتاك عرض؟ يعني جتني عروض رسمية جدي. إيه جتني عروض. من وين دوري البرتغالي؟ يعني أنا يعني عرض بعد كأس العالم من تشيلسي، من أنتر ميلان، حتى في 2007. حلو، ما عرفت التجربة؟ لا ما أنا ما أنا أنا ما عرضت، بس بصراحة ما تتحسف الحين؟ والله تبى الصدق، أنا دائما عندي قناعة تبى الصدق. يعني الواحد يقول أتمنى، لأن أنا في هيك البطولة كان أنيستا موجود، دانيال فيس كان موجود في البطولة، وأنا أخذت أفضل لاعب. أتوقع أنه كان أدفانتج عندي. يعني صادفت اللاعبين في مباريات؟ ما صادفتهم صراحة. في المباراة وصلت ما شاء الله لدور الثمانية. وصلنا دور الثمانية، طلعنا من كولومبيا. يعني كان أداء مشرف صراحة. الحمد لله. لكن مثل ما قلت لك، أنا يعني أنا فترة من فترات حتى انعرض علي الجنسية الإيطالية، كنت أقدر أشارك مع ميلان، لكن كان في شرط تعجيزي شوي بالنسبة لي أنا، وكان إنه لازم إني أتزوج إيطالية. وبعدها بعد 6 شهور أخذ الجنسية وألعب كوني لاعب أوروبي. يعني حلو، تغير الناس. فورتي أصلاً على الحين مو العيال. أبو شنو أنت الحين؟ أنا أبو علي. أبو علي، أم علي الحين إذا شافت إلا ما ما راح تخليك ترد. لا لا تعرف الموضوع هذا ولا ما تعرفه؟ هي أتوقع إني خبرتها، لأن في كل فترة يعني أنا كنت حتى كنت مالت يعني خلاص وأرسي بعد ما أرجع. يعني لو مالت كان سويتها يعني؟ يمكن. أبغى ألعب ميلان ونادي المفضل. صحيح. وأتوقع أن كانت فرصة، لكن في النهاية قدر الله ما شاء ونصيب يعني أخيرا. ولكن تبى الصدق، يعني انا لعبت مع لعيبه وايدين وشفت لعيبه وايدين، وكل لاعب مثلا سيدورف قال لي نفس الكلمه، انت ليش تضيع وقتك يا استلعب في الخليج؟ نكاتا نفس الشيء، صبري اللموشي نفس الشيء، اخوان فرانك ديبور نفس الشيء. لعيب وايد لعبت وياهم وقالوا لي انت حرام انك انت تلعب او انك انت ما تلعب في اوروبا، وعندك الامكانيه انك انت تلعب، لكن في النهايه نصيب. وتعرف الواحد شيء مكتوب له ولازم انك انت ما 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 ينعكس هذا ان انت اليوم يعني ما شاء الله عليك، الله يعطيك طول العمر، جمالي 83 صح ولا 83 الان عمرك 29 سنه. يعني عندنا اللاعب بالخليج عمره قصير كرويا، الله يعطيك طول العمر ان شاء الله، يعني 33 31 قول الله شيد. فالحين انت واصل في العمر هذا، وانت في ما شاء الله الحين انت في قمه عطائك، انت الحين اضيفت لك الخبره اكيد. انزين، يعني هي ايام معدوده، الواحد خلاص يقل مستوى. ما تقول لو اني اقتنص هالفرصه، لو اسجل في سي في ان انا لعبت في انتر ميلان، لعبت في كذا، لعبت في إيه تعرف شو المشكله؟ هي المشكله ان العقليه، انا عقليتنا هنا كخليج او كعرب، ان اللاعب من يوصل عمره 28 مو بعد 29، 28 يقول لك هذا كبر شيء. لكن هذا مو بصحيح. في عالم كرة القدم انت تبدا عز عطائك من سن 27. حلو. يقول لك بقول لك يعني افضل 5 سنوات تقدم فيها كرة قدم. بس يقول انتم ما تسوون نفس الاجانب. نحن ما ما تاكلون نفس الاجانب، ما تامون نفس الاجانب، ما تسوون نفس الاجانب. بالعكس يعني انا اضرب لك مثال، في لعيبه اوروبيين وعلى مستوى كبير بس مو محافظين. حلو. بس بعدهم يلعبون، لكن في النهايه هذه في فرق بين الحياه الشخصيه صحيح والحياه المهنيه. صحيح. الحياه المهنيه اوكي في لعيبه وايدين يطلعون يسهرون يقضون اوقاتهم، لكن في التمرين ملتزم. صحيح. لكن في ناس بالعكس، وهذا قد تمشي مع شخص حلو وما تمشي مع شخص اخر. صحيح. لان كل واحد على حسب هو كيف مهيئ نفسه او هو كيف متعود على انه يمارس رياضته. يعني انا بالنسبه لي انا ما احب السهر. يعني انا من وقت في التمرين، قبل التمرين دائما قبل التمرين بساعة ونص. في لعيبه لا من استوى وناجحين قبل التمرين 5 دقائق. اللعب طويله واماميه، الله جول
اسماعيل مطر بيسجل هدف اول للمنتخب الاماراتي ليعود لجو المباراة. منتخب الامارات شوف من كرة طويلة الحقيقة شوف محمد عمر برافو بالراس واحلى واجمل من اسماعيل مطر بيسجل هدف الامارات الاول. هل بصراحة في رأيك اسماعيل هل عندنا لاعب في الكويت نتكلم عن الكويت هل يوجد لدينا لاعب في الكويت يستحق انه يحترف كرة؟ اكيد برا منه كل اللعيبة انا ما جامل لان نحن ماخذين فكرة عن اللعيبة الاجانب انهم وايد يفوقونا انهم ما يفوقونا الا شيء واحد في التأسيس الاحترافي هم تأسسوا على مدارس محترف اللاعب عرف كيف انه هو يحافظ على نفسه لانه هو متأسس ومتعود على الاحتراف من صغره نحن بدينا كرة القدم نحن هواة ما في مدارس متخصصة يمكن عندنا نحن بعض الأندية حاليا في الإمارات مثل نادي الوحدة عنده أكاديمية ويمارس فيها العين نادي الجزيرة بدأوا يأخذون بس يقولون نحن أنت كلاعبين خليجي أنت تتهم أن لاعبين خليجي شبعان في أرضه لا عنده الإمكانيات عنده قد يكون يعني عنده الإمكانيات المادية عنده كذا فيصير أن اللاعب الخليجي يعني يقول لك أنا أفكر أن الغربة الأهل زوجتي عيالي شغلي ديوانيتي كذا فلازم يكون فارغ مادي كبير لازم يكون كذا فتعطل دائما الصفقات فرق مع يعني اخواننا العرب مع احترامنا لهم تلقى اللاعب العربي سريع الاحتراف لان انتم افضل يمكن تكون مستوى صحيح لكن انت تتكلم بعد على اي نقطه ايجابيه صالحنا نحن انت تتكلم عن البيئه طبيعتنا نحن كخليجيين ان الواحد ما يفارق اهله كثير نادر ان تحصل واحد انه عايش برا عن اهله او متغرب عن اهله فهي اشياء تساعد الاجانب تساعد مثلا العرب اللي موجودين في افريقيا لانهم متعودين انهم يسافرون يكونون برا بلدانهم تحصل كثير من يعيشون في الخليج صحيح بس نادر انك انت تشوف مثلا خليجي عايش مثلا في مصر او عايش في تونس او عايش في المغرب بس عادي تحصل مغربي عايش موجود في الامارات فعادي عنده يعني نمط الاحتراف يكون موجود عادي عنده غابل لانه متعود انه يطلع بعيد عن اهله. حلو. فهاي الشيء يمكن هاي النقطه يمكن ما تعطينا احنا الادفاندج. حلو. لكنه بالعكس ما قلت لي منو اللاعب في الكويت؟ لا تضيع الموضوع. عندك مثلا اوكي. حاول ذكي والله. قول لي منو اللاعب اللي في الكويت ممكن يكون يعني في لعيب كثير مثلا عندك عندك بدر المطوع عند الامكانيه وعندك مساعد ندى مثلا عندك حتى الموسوي اليوم عندك جراح الاتيجي عندك وليد. حلو. يعني اسراق قبل حلو يعني اسراق لان اسراق انا صراحه الفتره الحاليه ما شفته حلو صح يعني فتره طويله انا ما شفته في الملعب يعني اتوقع في لعيبه وايد تابعت الكويتي سمعت؟ انا والله استبى الصدق مو كثير حلو يقولون انت غتساوي ترى طالع عنك كلام والله شوي قال لنا عبد الله الحمدان قال لنا أميل الغادسي حلو قال لنا عبد الله الحمدان ترى هو طلال النايب بعد عشان ما يزعل علي لأنه حلو. صراحة من لعيبة أنا من عجب بصراحة فداء صراحة يعني الحق حلو هذه إشادة يستاهل طبعا طلال نايف طلال عرباوي فأنت تميل حق الغادسية من زمان ولا من والله تبى الصدق أميل الغادسية من زمان إيه مو بإني أكره العرباوي لا بالعكس حلو. يعني يقول يا جمهور القادسية افرحوا بأن إسماعيل مطر قدساوي ويسلم في وسط الملعب الو على الو حيدر الو علي لعبها باليسار توصل لصالح بيد لعبها اماميه خطره جول للاعب الحر اللي يعني يعرف شلون اي من خلف مدافعين الكويت ويسجل على راحته في الدقيقه 39 كلمي معكم مشاهدينا الكرام وضيف حلقتنا كابتن اسماعيل مطر طبعا تمشي معاك في الفندق حبيبي الله يجواش طيارتكم سلامه ان شاء الله يا رب سلامك. شرفنا فيك بالكويت الله يخليك ذكرياتك بالكويت انت اكثر منتخب الله يهديك تقول عليه حياتك قولت علي منه الكويت منتخب الكويت هذا اكثر منتخب كم تقريبا 10 اهداف يمكن تقريبا يعني كل مباراه يا هدف يا هدف ولكن احنا هم نحبك يعني ما تفرق معنا ترى من كثر ما احبكم انا تقول علي لا زين قول لي سمع ذكرياتك في الكويت والله ذكرياتي وايد حلوه في الكويت اتوقع يمكن هاي اول مره اي الكويت لا ثاني مره اي الكويت واخسر العاده دائما اي تكون نتائج ايجابيه حلو تفوز فازوا عليك العربي هالمره
ودائما يومي اكون اسجل بس اليوم ما سجلت بعد. اتوقع يعني هاي مره يعني ممكن تقدر تقول شويه من المرات القليله اللي انا اكون على جدام من الكويت. مالك حظ اي مالي حظ لكن الحمد لله اتمنى لك التوفيق يا رب عليك الاماراتي. وهذه كره ملعوبه وفوتها صح تسديده جول اسماعيل مطر من خطا دفاعي بتوصل اسماعيل مطر الخطر يفرح جماهير الامارات في الدقيقه 23. إذن الدقيقة 23 هدف إماراتي إسماعيل مطر. قول لي إسماعيل اليوم اللي قولت على المنتخب السعودي وأخذت كأس الخليج يعني يقولون في الشامخة هذه المدينة هي صغيرة ضاحي مضبي ضاحي مضبي طبعا فيقول لك هذا يومها كان هناك فيه تظاهرة قدام البيت ها؟ ايه كان يقولون الالاف نايمين الالاف ضد البيت حلو سوي مكبكة عند البيت ايه واحتفال و يعني صراحة من ايام ما تنسي ما تنسي لان تعرف يعني اجيال ما حققت كأس الخليج للإمارات ايه اكيد فانتوا جيتوا ضفتوا جديد الحمد لله يعني ضفنا شيء جديد وان شاء الله نستمر في ضفت الجديد ان شاء الله لما نترك المجال لغيرنا. حلو قولت على الكويت وقولت على السعودية وقولت على شنو من اللي جاتك هدية قوية على قولك على الكويت ولا قولك على السعودية؟ لا على السعودية. شنو أعطوك سيارة ولا؟ ايه هلا سيارات انا سيارات ولا ما قولت على السعيد. حلو اثنينكم احسن لاعب كان في المباراه وانا سبني حطيت حلو يعني ما شاء الله هناك نشوف اهتمام من الشيوخ ومن الرؤساء الانديه ومن يعني عندهم اهتمام باللاعب الاماراتي. هل هذا الشيء يضيف للاعب الاماراتي يعطيك حافز يعطيك اكيد هذا؟ يعني اكيد هي في النهايه تعرف انت الواحد دائما يسعى لتقديم الافضل صحيح واذا جت الحوافز هذا الشيء اكيد يعطينا نحن دافع اكثر نحن نقدم الافضل لكن اذا ما جت نحن ترى في النهايه نحن ياسين نخدم بلادنا صحيح وخدمه البلاد ما تبع اي حوافز. يتوقف لاعطاء لفت نظر لاكثر من لاعب انا اعتقد اكثر من دقيقتين لكن طبعا هو حكم المباراه ترك الكرات اللي ما حسبها هذه كره ملعوبه معين مطر معين مطر خطره الكره لصالح المنتخب الاماراتي وشايف الجول الله شايف الجول وشايف الجول من كرة اسماعيل مطر ينهي اللقاء الله شايف الزاوية على طول ينهي اللقاء بكرة على طول إماراتية والوقت بدل الضايع ينهي اسماعيل مطر ويمتاز الآن ويتخطى ياسر القحطاني من تقدم الآن برابع هدف له في البطولة وهدف المباراة الوحيد الآن اللي باقي تقريبا نصف دقيقة على نهاية اللقاء نصف دقيقة على نهاية اللقاء إذا الإمارات يقترب من خروج المنتخب السعودي شوف 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 بالفعل يعتبر لما قلت لك هو أفضل لاعب الفريق الإماراتي لا هو أفضل لاعب الآن في المباراة بعد ما أنهى هذه تعطي درجات أعلى بعد مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وضيف حلقتنا النجم والكابتن إسماعيل مطر طبعا للمرة الألف نشكرك إن أنت إحنا جايينك الحين في تالي الليل يعني طيارتكم بكرة الساعة 8 الصبح ألف شكر لك يا إسماعيل واستمتعنا معك في هذا اللقاء المميز اللي ما ودنا صراحة يعني ودنا نطيل معك الحديث كثيرا وكثيرا. قل لي كلمنا عن المدرب كتنش صح ولا لا؟ في نقطة يعني في عدم تبادل في وجهات النظر المميز أنا يعني بحثنا عنه قبل لا نجي قال دائما اللاعبين إسماعيل قائد داخل الملعب ومن هو صغير ما شاء الله عنده روح للقيادة ولكن مع المدربين يحترم وجهات نظرهم حتى لو هو كان مو معجب انت ما كنت معجب في كاتنش صحيح حلو ولا لا صحيح. ولكن من اجل عين تكرم مدينة يقولون ها اكيد قول لنا سالفة المدينة ولا ولا في النهاية كاتنش كان من يعني تعرف اللاعب دائما له حدود صحيح حدود انه ما يتعدى المدرب مهما كان المدرب كان سيء او لا مو سيء فالمدرب له احترام صح المدرب بحد ذاته معلم يعني في النهاية صح. والمعلم دائما تحترمه لكن في النهاية كان في اختلاف دائما في وجهات النظر بينه طبعا مشكلة كتنش كان تصادمت معه تصادمت كذا مرة كذا موقف وياه وفي أول يوم بعد صحيح اسماعيل ما نبي نطلع الموضوع بس صحيح في لاعب في مدرب يجي ما يحب اللاعب في مدرب ما يحب اللاعب
هذا واحد منهم صادفه؟ والله يعني ما يحبك؟ لا مو بأنه كان ما يحبني بس كان ان يبان يغير الشيء اللي انا متعود عليه. انا ما يعني يغير انا شخصيتي او اسلوبي، عرفت؟ انا هالشيء اللي انا متعود عليه يعني. حلو. وكل المدربين سواء دربت هي مدربين يعني يعتبرون اكبر عن كتنش. حلو. في الساحه العالميه سواء ميتسو ادفوكات يعني مدربين اللي ما اساميهم روي هوتسون ما شاء الله يعتبر في مدربين كثار يعني مريت عليهم لكنهم ابدا ما دخلوا في خصوصياتي انا الشخصيه. خصوصياتك الشخصيه مو في الملعب. يعني في الملعب مثلا ليش انت تربط جوتيك بهالطريقه؟ ليش انت ما تصحيح؟ هذا ما يبيك انت. فمن النهايه عرفت يعني في مدربين اوقات يسمع انه مثلا هذا نجم الفريق أقدم نجم الفريق خلي أقدم نجم الفريق يطخ الباقي اضرب الراس زين. احنا تكلمنا مع يعني واحنا صادقين في كذا اداري ما شاء الله ما شاء الله مطيع للاداريين وداخل الملعب نقول ما هذا ما من يوقفه ما شاء الله من المدافعين تجول في المدافعين ولكن اداريا انت متزن منضبط. هلا ولا لا قول لي منو افضل الاداريين اللي مرر عليك؟ خلنا نتكلم عن الاتحاد عن المنتخب. المنتخب ايه ما نبي نحرجك احبابك كثار ولكن في فتره تحس ان في ناس فقدتهم او ناس يعني. والله شوف انا فقدت الصراحه كابتن عبد الله حسن. كان متعاون لابعد الحدود ويا اللاعبين. واللعيبه كان سبب من سبب نجاح المنتخب في 2007 يعني. الوالد والوالده شلون علاقتهم كانت في كرة القدم مع والله أيام أول ما طلعت أنت تعود الكل أن أنت نجم لا أنت عارف في البداية يعني أنا عندي أربع أخوان أكبر عني كلهم كانوا يلعبون كورة. يعني أنت جاهز. أنا أمور أسهل ما شاء الله. لكن أنا كان يمكن عندي اتخاذ قرار كان صعب والوالدة أيدتني فيه يعني. ما توظفت انت اسماعيل؟ لا. وين توظفت؟ الحرس الاميري. في الحرس الاميري يعني عسكري انت؟ حلو. الان متفرغ للكره. انا كنت تركت العسكريه الحين. تركت العسكريه، انت الحين شنو وظيفتك؟ لاعب كره قدم. لاعب كره قدم. حلو. عندكم في الامارات الكل في هالنظام ها؟ الكل في هالنظام. يعني عندكم احتراف اذا؟ عندنا احتراف ومجلس ابو ظبي عندنا بعد خدمه التوظيفيه مثلا مجلس ابو ظبي الرياضي، احنا موظفين في الخدمه المدنيه. حلو. ناخذ دورات. ناخذ كورسات على حسب احتياجاتنا بعد ما تترك بعد ما نترك الكوره ترد تتوظف عن طريق مجلس ابو ظبي. فاذا انت مطمن على المستقبل؟ الحمد لله. حلو. الحمد لله. وطبعا الشكر كله لحكومه ابو ظبي والقائمين على مجلس ابو ظبي الرياضي على راس الشيخ هزاع بن زايد اللي هو فكر. شكر على ويستاهلون ترى شباب الامارات وتستاهل انت يا اسماعيل. بسرعه اختار لي واحد من لاعبين الكويت سواء لاعبين العربي سواء لاعبين القادسيه كاظمه الكل انديتنا حلو ولا انت قريب عليهم نادي الكويت اختار لي لاعب قول لي هذا يصلح يكون معنا في الوحده مين؟ في الوضع محتاجه نادي الوحده في الوضع الحالي انا اتوقع انه محتاجين لاعب مثل طلال النايف يعني انا مو تقليلا بس لان اليوم والمباراه اللي لعبناها من قبل يعني اسلوب لعبه ممكن احنا محتاجينه. هلا منو اكثر حارس بالكويت عانيت معه ما قولت عليه بسهوله انت قول عليهم كلهم اكثر واحد عانيت وياه ما قولت عليه؟ والله ما صعب يعني والله ما هم ترى ابدا توفيق ابدا ما يخص ان الحارس مو زين بس حارس شفته صعب يعني كويتي والله تبى الصدق صراحه انا ما اتذكر اسامي انا الوحيد يعني لاني انا عصرت يمكن شاب كنكوني نواف الخالدي خالد الفضلي لعبت انت بعد ولا ما خالد الفضلي لعبت اياه بس ما اتوقع اني سددت على خالد الفضلي ما سجلت على خالد الفضلي. حلو. عالميا منو افضل جولتشي يعني في مشوارك من افضل جولتشي تحس انه واجهته جولتشي صعب يعني؟ والله انا اصعب الحارس لعبت ضده صراحه ديده صراحة. الله هذا في المنتخب لعبت ضده؟ لعبنا ضد المنتخب المنتخب الاول لعبت وياهم وديه لعبنا وياهم وديه. حلو كم نتيجه انتهت؟
بدون ذكر النتائج. بدون ذكر عندنا عندك الخير يعني عندنا نتائج السبعات السبع. لا لا يعني تعرف يعني الشيء الحلو في المباراة البرازيل هذه اللي على أرضكم كانت؟ إيه. لا أذكر النتيجة. إيه ثمانية. هي ثمانية كانت. ثمانية. خليها مستورة زين. إيه حلو. أوكي. حلو الواحد. منتخب البرازيل. منتخب البرازيل ولا والفترة اللي لعبنا فيها قبل كأس العالم 2006. إيه كان في عزة. في عزة وبعدين الأسماء اللي كانت موجودة يعني رونالدينو في عزة كاكا وروبينو وأدريانو. حلو. لكن نتيجتنا الشوط الأول مع اللاعبين الأساسيين كانت واحد. جت تتكلم إنجليزي زين ها؟ لا تقريبا أتكلم. ايه انجليزيتي زين. حلو منو عندك علاقات معهم؟ انا عندك علاقات مع كاكا ولا ربع؟ لا شوف انا من لعيبة البرازيل ما كانت عندي علاقة يعني مباشرة مع رونالدينو. بس بين فترة وفترة طرش لي ماخذ تيشيرتات من عنده، عندي صاحبي انا ايجنت مالي اسباني اصلا. اوكي. الفترة اللي كان فيها كنت ازور برشلونة احضر تمارينهم. حلو. وتحب برشلونة؟ انا احب برشلونة وطبعا لاعبي المفضل دائما رونالدينو. حلو. وطبعا برشلونه وايسي ميلان والاماراتي. طبعا هذا التعادل يعني هو يضعف من امال المنتخب السعودي لا شك، لكن هو يعول على شوط المباراه الثاني ان يتقدم مره اخرى على المنتخب الاماراتي. لكن الاماراتيين ممكن يفاجئون الكل في مباراه اليوم، يحققون الانتصار. وهذه كره ملعوبه. الله الله مطر، عملها كالمطر في ملعب استاد ملك فهد على طول. اسماعيل مطر، هي في المطر تأتي كرة اسماعيل مطر من مسافة بعيدة. جول الثاني، جول ثاني للإمارات. ما في شيء صعب، ما في شيء صعب، ما في شيء يظل على حاله في كرة القدم. حلو. في دوري انجليزي من تشجع؟ أرسنال. أرسنال. وطبعا الحين حاليا نادينا مان سيتي. مان سيتي. أكيد. توقع مان سيتي ياخذ الدوري ولا؟ أتمنى صراحة. حلو. لأن الخطوة آخر مباراة عدلوا نقاط مع مانشستر يونايتد. أتوقع أتفندت. من طرف الشيخ منصور بن زايد ما حد أرغب عليك تروح نادي مانشستر سيتي؟ والله كان في احنا سمعنا قالوا في ثلاث لاعبين اماراتيين. والله في من كانت في فكره يعني مطروحه، لكن في النهايه دائما الواحد ينظر اخذ وجهه بعدين. نظر من الكويت وجهه نظر انت قادر تلعب في سيتي صراحه عندك الامكانيات ما شاء الله الحمد لله، لكن تعرف الواحد دائما ياخذها من الناحيه الايجابيه دائما. صحيح. حلو. زين اسماعيل نبي نتذكر يعني الله يرحمه دياب عوانة ووفاته المفاجئة، وكان صديق مقرب لك صح ولا يعني من اللاعبين اللي هم أصغر منك، فأنت كنت توجهه وكنت تعطيه الكلام وهذا. أنا ما نبي نجرك إلى الحزن. أكيد. حلو. ولكن قل لي ذكرياتك مع دياب عوانة اللي إحنا فقدناه نقول في لحظة يعني ممكن. حلو ولا لا؟ يعني كان لاعب وياكم وكان طالع من المعسكر. ها طالع من المعسكر. طلعت من المعسكر؟ لا نحن مو طالعين من المعسكر. نحن متجمعين. هو كانت عند سفرة الله يرحمه يسوي عملية. حلو. فطالع جايب التقرير ماله وبعدها يروح حسب انه خلص مشاوير حسب باتر صف طياته يسافر ألمانيا. حلو. ولكن تعرف إرادة الله وسبحان الله، تعرف يقول لك دائما الميت يكون حاس ان في شيء. شو اللي صار بيناتكم وخلاك تحس انه حاس هو؟ والله شوف هو اكل يوم جيت انا، وانا اكل يوم مو في المود بس كنا واصلين معسكر، وكان قبلها كان بعد عندنا لاعب كان يلعب عندنا في الوحدة وصغير بعد كان ولعب في الظفرة ومتربي ويانا ونعرفه واصغر عنه يعني ونفس قبله بيوم توفى على المدافع اسمه سعيد. سعيد النوبي. وعلى دفانة. فسبحان الله ذياب الله يرحمه كان يدارينا عبد الله صالح داري المنتخب كان يراوي عبد الله صالح الصورة يقول له شوف الله يهدي الشباب سيدنا ذيابي يخبر عبد الله صالح. فيقول له شوف الله يهدي الشباب يعني
سوى حادث وتوفى. عبد الله صالح ما كان عنده خبر، ونحن كنا نبي نروح المقبره على سبيل الدفان، لكن الوقت صادف وقت التجمع يعني. فقالنا عقب عبد الله صالح يا اخي انا ما كنت ادري وكيف ما حد خبرني وشي. فقلت له والله ما ادري، قلت هو خبرني ذيابنا ولا ما كنت اعرف يعني. سبحان الله. فنزلنا رحنا فوق وعلى وقت المحاضره العصر، فيكلمني انا كنت مار وهم كانوا جالسين كالعاده يعني، ودوم الله يرحمه خفيف يعني، يحب يسولف يحب يضحك يعني. الله يرحمه ان شاء الله. فيقول لي يا اخي اسمعني تعال بسولف وياك. فكان في كرسي فاضي، قلت له انا وش فاضل لك اليوم صراحه؟ مزاج مو. فيقول لي يا اخي انا ابوك مشتاق لك، ابغى اجلس وياك ابغى اسولف وياك. قلت له يا عمي فكني روح. فانا ما ادري اصلا انه بيطلع من المعسكر منتخب يعني، انه ما بيكون موجود انا. فسالت عنه بعدين قالوا لي بيسافر لانه بيسوي عمليه في جدة. فمن بعدها طلعنا وجلسنا في الليل وجالس في الغرفه يدخل علي محمد الشحي في وجهه تعابير يعني حزن. فاقول له شو فيك انت؟ يقول لي ماشي. شو ماشي وجهي كل هذا معتبس؟ يقول لي ما في شيء. يقول لي يقولون ان ثياب مسوي حادث ويقولون انه توفى. تعيم من الله خير تو الريال عندنا. فيقول لي يقولون يعني. فرحت انا بسال اتاكد. فرحت عند سبيد. سبيد نايم، سبيد ساعي نام ما اعرف كيف. فطلعت من مني فشويه بعدين اكدوا لنا الخبر. ان تاثرت. تبصقت. انا دائما ما ابين حزني قدام. بيني وبين نفسي حزنت صراحه، واكيد يعني فقدان اخ عزيز فاك الوقت يعني، ومن هم الله يرحمه كان من الناس الطموحين يعني، دائما عنده هدف يعني. صحيح. عنده طموح يعني، وكنا نحن يعني نتمنى انه يكون عندنا مثل اللعيب اللي نفس طموحه هو يعني الله يرحمه. فكان دائما طموحه وايد كبير. حلو. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحم ذياب عوانه طبعا، ويخلي لك عيالك ان شاء الله يا رب. انت عندك علي وعليا ها؟ علي. من الاكبر؟ علي. علي الله يخليها لك ان شاء الله. الولد راح يطلع لاعب ولا لا؟ ولا مو حاطه؟ والله ما شاء الله بادي عليه ما شاء الله كل التشوه. بس اقول على المنتخب نعم. ياخذها وراثه بشكل ياخذها وراثه ياخذها وراثه. طبعا الحديث عن اسماعيل مطر مهما قلت انا في اسماعيل مطر ما راح اوفي حقه. هذا اللاعب المميز، هذا اللاعب اللي اعطى للرياضه الاماراتيه ورفع رايه الامارات والعرب في امور كثيره، وافضل لاعب في كاس العالم 2003. من اقرب الاصدقاء لاسماعيل مطر ابو عليا صراحه، دائما يعني شبه اسبوعي احنا بيننا اتصالات. طبعا كل ما يجي الكويت احنا قعداتنا خاصه طلعتنا وياتنا. مقرب لي جدا، انسان متميز في اخلاق عاليه على مستوى عالي من الاحترام والادب والخجل في نفس الوقت. اتمنى التوفيق حق اسماعيل مطر ولاسرته الكريمه وحق بنت عليا، وان شاء الله انه يرد اسماعيل مطر اللي احنا عرفناه افضل وافضل، واتمنى له الاحتراف الخارجي باسرع وقت ممكن ان شاء الله، واسماعيل يستاهل كل خير. طبعا اسماعيل الوقت مشى بسرعه صراحه والله العظيم، انا استمتعت في لقائك. الله يخليك حبيبي. عرفت ولا لا؟ يعني احنا يعني يمكن كنا جاهدين نقعد معاك وخسارتك. اول شيء نشكر اخلاقك حبيبي الله. انت اليوم خسراني من العربي هارد لك، ما راح نقول النتيجه كان عادي. عادي. انتم متاهلين يعني ان شاء الله. نطمح العربي يتقابل معكم ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. انزين، ولكن يعني وجدنا فيك كل الترحيب، كل الادب، كل الاحترام. استقبلتنا احنا يا جماعه الحين قاعدين في غرفه اسماعيل مطر فينا داخل الفندق. العاده احنا اللاعبين نتجول معهم فما في وقت، طيارتكم الصبح بعد حبيبي. 4 ساعات يمكن 5 ساعات فاسمح لنا يعني، احنا هناك وباغتناك وانت تعبان. لا عفو عليك. الله يعطيك العافيه. قول لي كلمه اخيره يا اسماعيل حق برنامجنا ستار تايم، شو تقول؟ اول شيء احب اشكركم مره ثانيه واهنيكم على البرنامج، ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. واحب اشكر الجمهور الكويتي يعني سهل. صراحه شعب عزيز على قلبي انا صراحه شخصيا، و على قلب الامارات قبل بس انا عزيز. اي والله، لان تعرف يعني دائما يعني سواء اطلع في الامارات اروح اي مكان دائما يحصلون الشعب الكويتيين يا اخي
تكفى يا اخي كل علينا. فاقول يا اخي من محبتكم وان شاء الله الله يجزيكم خير ان شاء الله، ولكن مثل ما قلت نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نتمنى منكم الافضل في الفترات الجايه وان شاء الله نشوفكم يا رب في افضل. نشكر عبد الله حمدان اللي رتب لنا اللقاء. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقه المميزه اللي انا بكل صراحه سعدت بلقاء هذا النجم، نقول يعني الخليجي العربي العالمي الخلوق المؤدب اللي يعني بسرعه بسرعه صار معاه هذا اللقاء في ستار تايم. بنقول لكم نشكر نيابه عن جماهير ستار تايم، نشكر اسماعيل مطر هذا النجم المميز، ونهني جماهير الوحده الاماراتي وجماهير اهل الامارات واهل الامارات عموما في هذا النجم الخلوق والمميز. نقول لكم باذن الله سبحانه وتعالى راح نكون معاكم في كل خميس في برنامجكم ستار تايم ونجم، نستمتع دائما معاه في الحديث في ستار تايم. مع السلامة. شوفونا تابعونا بستار تايم، لا تخلونا فكرة قوية رياضية بتحبونا بتحبونا. شوفونا تابعونا بستار تايم، لا تخلونا فكرة قوية رياضية بتحبونا بتحبونا. سجلنا سيلتنا بورقة وقلم عن يد وسلو طائرة وقلم. ويلا شوف علمك شوف، يلا شوف ستار تايم، يلا شوف.